مش عايز اطول شويه في المقدمه يعني، لكن عندي نقطتين مهمين جدا جدا. واحده اتمنى انها يتم تفعيلها، خاصه بالالفه والتجمع والارتباط والبلد الواحده والاشياء اللي هي مرتبطه بقديمه. احنا في الكوره غريبه جدا يعني، كل ما ترجع لورا احسن لك بكتير جدا من ان انت تاخد خطوه لقدام، غريبه جدا، عكس كل الحاجات او كل الحاجات المرتبطه بالحياه والنجاح. لا انا بتكلم على السلوكيات والاخلاقيات يعني. نمره واحد يعني اللي هتكلم فيها الاول قبل ما اتكلم على الربط ما بين الانديه وبعضها وخصوصا الجماهير، لان هي القاعده الاقوى والاكثر والاعظم والاحق، واللي هي يعني الناس ما بتنامش سواء كان اهلاويه او زملكاويه لو حصل نتيجه لفرقتهم او هزيمه لفرقتهم. لكن هروح للقاء للنقطة الأولى قبل ما أخش في نقطة الربط ده، هي نقطة التسويق أو نقطة الرعاية، السبونسر اللي بيبقى بيروح للأندية. الأهلي يعني هو أكبر الفرق وأعظم الفرق على المستوى الإفريقي وأنجح الفرق على المستوى الإفريقي، مش كلام كده يعني بيتردد وخلاص، لا أنت بتتكلم على أشياء ليها واقع فعلي سواء كان بالنتائج أو المنافسات أو النهائيات اللي بيخوضها النادي الأهلي. الأهلي مثلا في الثمانيات أكتر فرقة خدت نهائيات ورا بعض متكرر، خد أو لعب نهائي 2082 آسف قدام كوتوكو، ولعب نهائي 83 برضو قدام كوتوكو، وبعدين لعب نهائي أو أبطال الكؤوس 84 و85 و86 و87، لعب نهائي قدام الهلال دوري الأبطال. فأنتم متخيلين من 82 و83 و84 و85 و86 و87 بيلعب نهائيات سواء دوري ابطال افريقيا او ابطال الكؤوس، ففرقه بتلعب ست مرات متتاليه وست سنين متتاليه في النهائيات. نجحت في 82 ما نجحش في 83، نجح في 84 و85 و86 و87، يعني خاض النهائي ست مرات ببطولتين مختلفتين، وكانوا ساعتهم او ساعتها في الوقت ده بيساووا بعض من حيث القوه. ففرقه خدت او نجحت في خمس نهائيات من ست نهائيات ووصلت لست سنين ورا بعض، فانت بتتكلم على قوه، كل ده بيدي لك افضليه. الموضوع لما تيجي تسوى بعد كده بتبص على التاريخ، بتبص على الارقام، بتبص على الاشياء اللي هي مرتبطه بالحاجات اللي زي كده يعني. وبعدين لعب افراسياوي 88، وبعد كده دخل على 93 في دوري او ابطال الكؤوس 93، وبعد كده كان قرار من مجلس الاداره والمايسترو ساعتها كابتن صالح سليم الله يرحمه ان يغيب الاهلي بقرار من كابتن صالح سليم خمس سنين متتاليه عن المشهد الافريقي، بعد شويه النادي الاهلي عن التواجد في افريقيا. وبعد كده رجع النادي الاهلي في موسم 98 لو تتذكروا حضراتكم، وبعد كده 98 و99 و2000، ونجح الاهلي ان هو ياخد دوري ابطال افريقيا 2001، وبعدين في 2002 السوبر، وبعد كده بقى استمر الاهلي سنتين ما ياخدش البطوله الافريقيه ولا له تواجد بشكل كبير 2002 و2003 ولا 2004، لكن دخل بكل تقله في 2005 ونجح في 2005 انه ياخد البطوله. ومن هنا هبدا اتكلم ليه التسويق بقى عالي عند النادي الاهلي، لان انت من 2006 من 2005 بدات حتى شركات التسويق والاعلانات والحاجات المرتبطه بالسبونسر اللي بيبقى راعي للانديه العالميه، ومنها بالتاكيد النادي الاهلي. او النادي الاهلي مش نادي محلي ولا نادي قاري، النادي الاهلي نادي عالمي في الوقت الحالي. فارتباط اسم المنتج باسم زي النادي الاهلي بيعلي من شأن المنتج على المستوى العالمي. عشان كده هتلاقي دايما السبونسر بتاع النادي الاهلي سبونسر ايمج، يعني مكانه عنده حته عالميه، ما عندوش حته محليه ولا قاريه، ده بيتكلم على المستوى العالمي. لان انت لما بترجع حتى لشركتك الاصليه سواء كانت موجوده هنا فرع من فروعها او حتى على المستوى العالمي، فبتيجي تعمل تقول انا عايز اعمل تسويقي فهاخد النادي الاهلي يبقى انا الراعي بتاعه، فبالتاكيد بتاخد موافقات مش على المستوى المحلي وبس، انت بتاخد مستوى على المستوى العالمي. فالاهلي معروف على كل العالم في الوقت الحالي، فعشان كده الارقام بتعلى. من 2005 بقى في قياده يعني لكابتن حسن حمدي، كابتن حسن حمدي كان متولي رئاسه النادي في الفتره ديت من 2005، بدات الارقام تعلى شويه، فوصل الرقم ل 76 مليون. الارقام زي ما انا بقولها كده، ممكن تقل مليون تزيد مليون، لكن انا بتكلم على الارقام اللي انا متذكرها يعني. فارتباط الاهلي اسم الاهلي بالبطولات الافريقيه تحديدا، البطولات اللي هي الاقوى على مستوى القاره، خلى الاسم الاهلي ومكانه الاهلي على مستوى السبونسر او الرعاه يعلى جدا 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 جدا. فعشان كده بقول الاسم المكانه والرقم بتعلى منين،
والارتباطك اسمك كسبونسر او مكان واحد بيشارك النادي الاهلي في بطولاته او انجازاته بيعلى معاه ليه؟ لان الاهلي متواجد في كل حته، متواجد في افريقيا بشكل كبير جدا، شمال افريقيا طبعا جزء من افريقيا لكن متواجد فيها، متواجد حتى على مستوى العالمي من خلال دوري ابطال او اسف كاس العالم للانديه. فمن 2005 الاهلي نجح في عدد كبير جدا من البطولات القاريه، 2005 و2006 و2007 كان في النهائي و2008 و2012 و2013 وما بالك كمان بالسوبر الافريقي جمعها كلها الاهلي في الفتره ديت من 2006 و2007 و2009 و2013 و2014. فاذا مكانه الاهلي عاليه قوي 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 بارتباطه بالبطولات وخصوصا البطولات الافريقيه مش البطولات المحليه فقط كمان، يعني اللي هو بعيد تماما عن اي منافسين اللي هو الاهلي في الفترة اللي هي موجودة في مصر في الوقت الحالي يعني. لكن ارتباط الأهلي بالبطولات الإفريقية خلى الرقم يعلى قوي 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 للأذهان والودان والعينين من رقم ممكن يبدأ بخمسة مليون أو ستة مليون يوصل في 2005 أو 2006 أو في الفترة دي تحديدا يعني ل 76 مليون، وبعد كده ثلاث سنين ويوصل ل 141 مليون، وبعد كده يوصل في عهد المهندس محمود طاهر ل 241 مليون، وبعد كده بيختتم مع كابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي الأهلي ل 510 مليون جنيه. يعني فانت اذا الموضوع مش موضوع يعني انا بخش ادفع فلوس وخلاص، لا طبعا انا عارف كويس قوي انا بشارك مين، وعارف كويس قوي اسمي هيرتبط مع مين، وعارف كويس قوي انا هستفاد من الاسم ده ايه. هستفاد من الاهلي صوره زي اللي قدامكم ديت على منصات التتويج، هتستفاد من الاهلي صوره موجوده في كل مكان في افريقيا، هستفاد من النادي الاهلي مكانته العالميه الموجوده في كل مكان في العالم، موجوده سواء كان على المستوى العربي او المستوى الافريقي او المستوى العالمي يعني بشكل كبير جدا. مين دلوقتي ما يعرفش اسم الاهلي؟ مين ما يعرفش مكانه الاهلي؟ مين ما يعرفش نجوم في النادي الاهلي في الوقت الحالي؟ اسم النادي الاهلي بقى علامه مميزه بشكل كبير جدا في اي حته، فارتباطك بالاهلي كمنتج او سبونسر او راعي بتعلو مع الاهلي. فاذا الموضوع بيجي من اللقطه اللي انتوا قدامها ديت او اللي انتوا شايفينها، رفع كاس افريقيا والتواجد على المستوى الافريقي في ال 13 14 سنه، الصوره ديت اللي قررت من 2000 لحد دلوقتي ست مرات، من 2000 لحد دلوقتي ست مرات. فانت بتستغرب ليه او بتقول يعني ليه الاهلي كده؟ الاهلي كده بالصور اللي انا قدامكم ديت، مره يرفع الكاس في وائل جمعه، مره يرفعه حسام، او مرات يرفعه حسام سام عاشور، مره يرفعه وليد سليمان، مره يرفعه يعني محمد ابو تريكه، ايا كان الاسم، المهم الاهلي هو اللي بيكسب، الاهلي هو المتصدر، الاهلي هو اللي بيبقى ليه التواجد الافريقي بشكل كبير. عشان كده الارقام بتعلو جدا جدا جدا. وعايز اقول يعني في اخبار ان انت كمان حتى على المستوى العالمي، يعني لو انت بتقارن بقيت تقول مثلا ريال مدريد دلوقتي وصل للبطوله القاريه رقم كام؟ 25 اعتقد. وصل للبطوله 25 قاريه على ما اعتقد، اللي بينافسوا على طول او تحتيه على طول الاهلي. الاهلي على المستوى مثلا الوصول للنهائيات هتلاقي مثلا ريال مدريد وصل 16 مره نهائيات دوري ابطال اوروبا، الاهلي وصل 12، بعديهم ميلانو مثلا وصل 11 تقريبا ولا حاجه. فانت بتنافس في كل الارقام اللي بتحققها، فاسمك منتشر 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 في كل حته، فده بيدي افضليه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا لما بيجي حد يتعاقد معاه او يتعامل معاه او يبقى شريك معاه من خلال الرؤيه اللي احنا بنشوفها ده كاس العالم للانديه، ومن خلال تواجدك في المنافسات ومن خلال النهائيات. لا بوكا جونيور اسف وميلاني الاثنين 18، اسف انا قلت ميلاني بس 11، لا بوكا جونيور اللي هو الارجنتيني وميلان 18 والاهلي 20 وريال مدريد 25. فكل ده بيدي لك افضليه. في عهد كابتن حسن حمدي وصل الرقم ل 76 و 141 مليون، وفي عهد المهندس محمود طاهر وصل الرقم ل 241 مليون، وفي عهد كابتن محمود الخطيب وصل الرقم ل 510 مليون جنيه. ده كان مهم قوي ان احنا نستعرضه مع حضراتكم، وليه الارقام بتوصل كده، ولو وصلت على نفس النهج ده هتعدي المليار والمليار ونص، وبقت ارقام بالنسبه للاذهان يعني القرويه او المنظومه الرياضيه كانديه يعني كانديه اكيد يعني ارقام ممكن تسمعها في المستقبل ان شاء الله.